إنشاء مجلس وطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وممثلين من الأزهر. وفي نفس الجلسة أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى ممثلين من الأزهر، وأكد أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والفني والمهني وكذلك التقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر. وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تم تغيير الوزراء.